دكتور عماد واستاذ انسه واستاذ محمد ممكن نشترك في الحوار. حضرتك قدمتي زي ما سياده النائب المحترم زي ما استاذ محمد عبد العزيز قال ترجمه لمشروع قانون يحقق هذه المبادئ ويترجمها عشان نبدا لما رشا تتجاوز يبقى في قانون بيتعامل مع رشا. ماذا حدث في مشروع هذا القانون؟ بصي انا تحمست للقانون ده اول قانون، يعني انا مقدمه ثلاث قوانين ده اولهم فات عليه اكتر من سنه دلوقتي، لان ده نص دستوري وانا معتقده زي ما حضرتك كنت بتتكلمي ان باب الحقوق والحريات في الدستور ينقل مصر نقله نوعيه كما تحبي لاولادك واحفادك انهم يعيشوا فيهم، ان جميعنا متساوون في الحقوق والواجبات. والتفاصيل اللي كتبتها لجنه الدستور عن انواع التمييز ممتازه، فانا بعتبر ان المفوضيه دي هي زي ضمير الشعب المصري، إن من يفشل في الحصول على حقه في منع التمييز ضده يستطيع دائما أن يذهب للمفوضية. وزي ما الأستاذ محمد قال هي لازم يتم إنشائها، يعني آجلا أم عاجلا أم آجلا. ألا تحتل أو يحتل هذا المشروع أهمية قصوى ونحن نتابع هذه الأحداث بشكل لا مستمر؟ أنا أقول لحياتك السبب الحقيقي بصراحة. القانون ده قدم ثم تمت مناقشته في لجنة حقوق الإنسان ثم في اللجنة التشريعية، وكان حاضرين ناس من وزارة العدل ومن وزارة المالية وهي الوزارات المعنية عشان تدبير والاتنين، يعني وزارة العدل شخصيا المستشارة اللي كانت موجودة قالت هذا قريب جدا مما نفكر فيه. لكن اللي حصل إيه؟ إن أنت للأسف في قوانين مهمة جدا بتتوقفي في انتظار أن تقدم الحكومة مشروعها. طب ما المنص عليه الدستور من أن النواب والنائبات لهم حق تقديم القوانين، حق أصيل في تقديم المشروع. إزاي؟ طب نفترض أن الحكومة الله يكون في عونها مشغولة مش فاضية عليها أعباء وما قدمتش، وهي الحكومة قدمت قانون السلطة القضائية؟ لا لغاية بس يعني عايز اعرف، يعني انا هسيب السلطه القضائيه الدكتور عماد. لا خلينا لا الدكتور عماد مش ناقص مش ناقص يلا هو بالفعل شايلها. لا انا عايز اقول لك ان انا ذهلت. لا على فكره يا جماعه ده سؤال، يعني لا بصي مضى دور الانعقاد الاول، دخلنا في دور ده قانون الجامعات الاهليه قدمته الحكومه ما خدتوش وخدتوا قانون الجامعات الاهليه. هي النقطه حضرتك نفترض لا سمح الله أن الحكومة مقصرة أو مش ناوية تجيب القانون، هل نوقف القانون الذي فيه مصلحة لإحساس المواطن بالمساواة العادلة؟ لا أنا عايز أقول بس يعني على الناس أن حضرتك قطعتي شوطا كبيرا في هذا القانون. أنا بقول حضرتك تناقش برتين، يعني كان ناقص جلسة كمان وينزل بقى للمناقشة العامة، واللي عايز يعترض عليه يعترض على كيفه. إزاي يعني زي ما يكون عنده في غيبوبة أو موت مفاجئ أو حاجة كده على أجهزة التنفس على أجهزة التنفس لغايه دلوقتي فات سنه. طب قولي لي حضرتك حطيتي في المشروع ده بنود ايه تحقق هذه المبادئ وتصون طيب هذه؟ اقول لحضرتك اولا انا بس عايزه اقول حاجه تعليقا على كلام فضيله الشيخ، احنا لازم نعترف اننا جميعا مذنبون طوال العقود الماضيه بشكل او باخر، حتى زي ما بيتقال في بعض المحافل حتى بالصمت العاجز. نحن لم نحتج على ان كل شيء بقى يقوم على تصنيف الناس دينيا او فئويا او معتقداتهم، وبقينا سهل نتهم بعضنا البعض بالكفر. ما انت لما بتيجي تصنفيني ان انا مسلمه جيده او غير جيده ولك الحق انك تصنفني، ابتدي اصنف اصحاب الديانات الاخرى وابتدي نوع من الكراهيه اللي كنا بنتكلم عليها، خطاب الكراهيه. يا فندم احنا تجاوزنا لده لوصف العقائد. اما انا بقول يعني حضرتك حينما يصل الامر ان انا اقول للواحد عقيدتك فاسده، يعني ده احنا وصلنا للمستوى. استاذه رشا ما ابتداش النهارده الكلام ده، طبعا الكلام ده ابتدى منذ السبعينات اواخر السبعينات لما ابتديتي تفسري وفقا لمفاهيم مستورده بان من افضل ايمانا، يعني مساله خطيره يعني. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، المفوضيه بمنتهى البساطه يعني ايه؟ يعني انا بنشئ هيئه مستقلة تمام زي باب اللي فيه الهيئات المستقلة جهاز مركزي للحسابات وغيره ثم أفوضه. أنا مفوضة هذه المفوضية دي مش لجنة مؤقتة، أنا بفوضها في هذا، يتم تفويضها في هذا الموضوع. يبقى أنا أي مواطن أو جهة من حقه يروح للمفوضية ويقول أنا تم التمييز ضدي سواء رجل أو امرأة أو بسبب ديني أو أن أنا ساكن في الوادي الجديد أو أي حاجة. وهذه المفوضية من امتيازاتها أنها بتتلقى الشكاوى وهي مش بتحاول انها يعني تسبق خطأ الغير. لو الجهة اللي خطبتها صلحت الإجراء
بتعمل عندها لجان تصالح كويسة. وفض منازعات كويسة. وبعدين بتبتدي اهم من كده تنقي القوانين التي بها تمييز. بعض الناس قال لك ازاي ساعه المناقشه، ما حياتك عندك جهات كتيره جدا مختصه في حاجات كتيره جدا. يعني انا لو بعت للمجلس القومي للمراه وقلت له ايه القوانين اللي حضرتك رصدتيها المجلس القومي للمراه بتميز ضد النساء، هتبعت لي قائمه بيها. صحيح. ابعت للجهات التانية، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس، اي مجلس قومي في مصر او اي جهه. فانت بتشوفي بتنقي القوانين، مش المفوضيه نفسها اللي هتنقيها. المفوضيه هتقدم مقترحات تبعتها لمجلس النواب، تقول يا جماعه في ناس بتشتكي من حاجه مثلا ما وردش فيها تشريع، ارجوكم سد هذه الفجوه التشريعيه. وعندما يقدم مقترح عشان الناس تبقى مطمنه تماما كمان، هيروح للجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع. لكن بعد كده حضرتك انا وجهت لك ده، وده على فكره ينطبق على منظمات المجتمع المدني وعلى الانديه وعلى المؤسسات الحكوميه، حضرتك ما صلحتيش ده، المفوضيه لها حق تحريك الدعوه الاداريه ايوه او الجنائيه حتى. والنيابه انا مقترحه في القانون، والحمد لله على فكره القانون ده ماده واحد فيه بتقول المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيده او الجنس او الاصل. ماده جميله جايه من الدستور. حضرتك كمان لكي حق ترفعي القضيه ونطالب النيابه بتخصيص دوائر بتنظر. بصي يا استاذه رشا، انت لو المواطن حس، لو انا مظلوم في حاجه لاي سبب وما عرفتش بالوسائل العاديه لكن لقى جهة يلجأ لها، ده هيحسن حتى مشاعر المواطنين العامة. يعني انت بتهدئي من غضب المجتمع احيانا نتيجة لبعض التمييز، مش زي ما هي الرجال والنساء او الاقباط المسيحيين والمسلمين فقط. غير كده هذه الهيئة مستقلة، بيقترح اعضائها ورئيسها مجلس الوزراء، لكن لازم يوافق عليها مجلس النواب ثم يعينها رئيس الجمهوريه. ما فيش حد بيفضل اكتر من مدتين، مدتها 4 سنوات تتكرر لمرتين، وبالتالي ما يحصلش، عارفه بتستبعدي يعني اي نواحي من يعني استمرار المناصب لفتره طويله. وتمثل المحافظات كلها رئيس و29 عضو من المتخصصين من مختلف المحافظات. فانت ما تقوليش اصل حلقه اصل مرسى مطروح ما اعرفش عنها حاجه، انت عايزاها تبقى مظله لحمايه حقوق المواطنين بصفه عامه. انا فخوره بالماده وفخوره بانشاء المفوضيه لانه اجبار، مش واحنا نتضامن معاك في مساله لماذا لم يطرح هذا الحكومه لسه ما جابتش. طيب دكتوره